أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري، ونبدأه من طنجة، حيث شهد ميناء طنجة المتوسط وميناء طنجة المدينة عبور ما يقرب عن 60,000 مهاجر مغربي من الجالية المقيمة بالخارج والعائدة إلى أرض الوطن، وذلك منذ انطلاق عملية عبور 2015 في 15 يونيو الماضي. وأفادت إحصائيات صادرة عن الهيئة الإسبانية المكلفة بتسهيل عملية عبور المهاجرين المغاربة بالموانئ الإسبانية جنوب البلاد أن أزيد من 111,000 مهاجر عبروا الموانئ الإسبانية في اتجاه ميناء طنجة المتوسط وطنجة المدينة. كشف تقرير رسمي جديد عن حالة نزيف يعاني منها القطاع السياحي بمدينة طنجة منذ 5 أشهر جراء تراجع عدد السياح الوافدين على مدينة البوغاز بنسبة وصلت إلى 12% و14% فيما يتعلق بعدد ليالي المبيت مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بعدما أثار الخط الداخلي الحسيمة البيضاء جدلا واسعا بسبب توقفه عن أداء الخدمة خلال الفترة السابقة وما تالى ذلك من احتجاجات من أجل إعادة تشغيل الخط المذكور، تم إحياؤه من جديد في وجه المسافرين في إطار إنعاش النقل الجوي الداخلي بالمناطق الشمالية للمغرب ودعم سياسة الانفتاح وفك العزلة. في الشأن الرياضي، يستضيف المغرب التتواني على أرضية ملعب ثانية ترمل بتتوانة يستضيف فريق موزمبيق الكونغولي يوم غد الأحد برسم الجولة الثانية من دور الثمانية من منافسات أبطال إفريقيا على الساعة 10:00 ليلا، ويحتل الفريق التتواني المركز الأخير في مجموعته بصفر نقطة، فيما يتصدر فريق سموحة المصري الترتيب بثلاث نقاط. سيواجه فريق اتحاد طنجة لكرة القدم أولى مبارياته الودية اليوم السبت أمام النادي القنيطري، وذلك استعدادا للموسم الكروي المقبل. المباراة ستجرى ابتداء من الساعة 11:00 ليلا بملعب طنجة الكبير وبأبواب مغلقة. في الخبر الفني، أحيت مساء أمس جمعية عود الرمل الكبرى لإحياء التراث الموسيقي الوطني والعربي برئاسة المايسترو محمد رشيد السولي، أحيت سهرة رمضانية تحت عنوان نور الأنوار، وذلك بمسرح المعهد الإسباني. بعد الضجة التي أثارتها قصة سيمو وريبيكا في مواقع التواصل الاجتماعي، قررت مصالح القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء ترحيل المراهقة الأمريكية إلى بلدها، وذلك بعد الأخبار التي أثيرت حول ظروف اختفائها. ومن الحب ما قتل. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية موجزنا الإخباري، إلى اللقاء.